في هذا العالم المتغير. الفرص تينا بطرق مختلفة. في اللي يعتبر أن كل خطوة جديدة في الحياة هي الفرصة الكبيرة القادمة، وبعضهم يشوفها باب تبدأ منها الإنجازات الكبيرة، وفي من يشوف أن رحلة العمل القادمة كأنها زيارة عابرة لمدينة جديدة، وفي اللي يشوفها فرصة أنه يكبر أعماله في الخارج. البعض يحلم أن يترك ورث ويتهنون فيه عياله، وغيرهم وده يترك أرض ما يتقدر بأي ثمن. في ناس اهتمامها بالعالم أن تحتفظ بجماله، وفي اللي يفضل الاستثمار في أفكار مستدامة تغير عالمنا للأفضل. البعض يحب الاستثمار في الفن، وغيرهم يحول الاستثمار إلى فن. شو مكان الجاي؟ الأكيد إنها فرصة تحقق فيها أحلامك. شو هي الخطوة القادمة؟